أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد في ملفنا الثاني من نقاش الظهيرة. سوف نسلط الضوء عن رفع العراقيل عن 100 أو 1200 مشروع، ووزارة الصناعة تستكمل في استرجاع الأملاك المصادرة قبل نهاية السنة. وأسعد باستضافة السيد أو الدكتور موسى بودهان، خبير قانوني ودستوري. مساءك سعيد سيد المحترم. مساء الخير أستاذ، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، وحييك وحيي كافة مشاهدي قناة الشرق نيوز في الداخل في داخل الوطن وخارجه. نعم، إذا وزارة الصناعة والحكومة تباشر باسترجاع أو تحويل 77 أصول إلى الأملاك العقارية، وشهدنا أيضا رفع العراقيل عن 1200 مشروع. وزارة الصناعة تستكمل مشروع استرجاع أملاك العقارية للدولة قبل نهاية السنة، تعليقكم الأول سيدي. أستاذ، أعتقد أن مثل هذه القرارات تأتي لتوضيح مسألة استرجاع الأملاك العقارية المنقولة المنهوبة من طرف العصابة. نعم. كما هو معروف، تأتي في إطار تطبيق القانون 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تأتي قبل ذلك تطبيقا للدستور في العديد من آلياته ومواده وغيرها، خاصة المادتين 214 و215، أو عفوا 204 و205 المتعلقتين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. تأتي أيضا تطبيقا للعديد من النصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية، وفي هذا تنوير للرأي العام، في هذا كما قلنا وضع النقاط على الحروف، خاصة بالنسبة لأولئك الذين كانوا يشككون في أن عملية استرجاع أملاك الدولة وأملاك الأملاك المنهوبة. نعم، اليوم نقطة هامة ذكرتها السيد بودهان، اليوم استرجاع الأموال المنهوبة واسترجاع هذه الأملاك العقارية تعزز ثقة المواطن بالدولة. بدون شك. نعم، لا ننسى بأن الحراك الشعبي المبارك الأصيل في 2019 كان ينادي أو يرفع شعار كليتو البلاد يسرقين، فكان يطالب بالعدالة، يطالب بمتابعة الفاسدين والمفسدين. والحمد لله الآن في أحكام باتة نهائية قاطعة لا تقبل أي طعن، وبذلك نستطيع من خلال هذه الأحكام وبتفعيل القوانين النصوص القانونية التي أرشدوا لها أن نسترجع كل الأموال المنهوبة، خاصة الأموال المنهوبة هنا في الداخل، في شكل متمثلة في شكل مصانع، في شكل مؤسسات، في شكل أصول ذات طابع صناعي، تجاري، سياحي، خدماتي، إسمنت وغير ذلك من المصانع. هناك العشرات من هذه المصانع وهذه المؤسسات التي يعني باسمها أو لحسابها أو لفئتها تم نهبها كما قلنا لفئه الخواص، لفئه بعض الخواص. نعم. الذين هم يوجدون الان بالقانون وبالقضاء في السجون، ونحن لا نتشفى في ان كان، ولكن القانون لابد ان ياخذ مجراه، القضاء طبعا لابد ان يفعل القوانين ويعاقب كل من يرتكب جرما في حق هذا البلد، خاصه اذا تعلق الامر بالفساد. نعم، تم تحويل 77 اصول الى املاك الدوله، وتم ابرام مع هذه المؤسسات عقود النجاعه. لكي نضع المشاهد الكريم في الصوره، ماذا يقصد هنا بالعقود النجاعه مع هذه المؤسسات الصناعيه ان صح التعبير؟ استاذ، عاده ما يرجى من عقود النجاعه او من وراء ابرام هذه مثل هذه العقود ان تكون الفعاليه وان تكون الحكامه في تسيير المؤسسات، حتى لا نقع في بيروقراطيه ونقع في سوء تسيير الذي وقعنا فيه من قبل. فاذا عقود النجاعه عاده ما يكون من وراء انتقاء على اسس ومعايير دقيقه من يسير هذه المؤسسه او هذه الهيئه او هذه الشركه او غير ذلك وفقا لمعايير دوليه، وفقا لمقاييس، سواء بناء على نصوص قانونيه واضحه ولا غبار عليها، ووفقا ايضا لتجربه وخبره يملكها الشخص الذي نسند او نعطيه او نمنحه هذا العقد حتى يسير لنا شركه او مؤسسه او اداره او هيئه من الهيئات وفقا قلنا
لتدابير وإجراءات عالمية من حيث التسيير والإدارة وحسن التدبير وغير ذلك. نعم. إذن نجع الفائدة، نجع الفعالية، نجع نقصد منها. نعم. نجع الفائدة والديمومة وحسن التسيير لهذه المؤسسات والفائدة للمجتمع والاقتصاد والفائدة للمجتمع. بالنسبة للفائدة، الفائدة تعود أيضا للفائدة الأولية للموظفين الذين كانوا يشتغلون سابقا في هذه المؤسسات. سيد موسى بوتان، بدون شك هذه المؤسسات المسترجعة بعد أن صادرتها الدولة من خلال القضاء طبعا، بدون شك ستدير فوائد على العمال وعلى الموظفين وعلى الإطارات وعلى المسيرين وعلى الدولة من خلال الموارد المالية التي ستضخها في خزين الدولة. إذن الموظفين والعمال سيجدون أنفسهم الآن أمام وظائف ومناصب عمل أعمال قارة بدون شك، لأنهم كانوا يعانون مرين في سنوات خلت سنين، ربما 3-4 أكثر انتظار تسوية هذه المؤسسات في إطار بطل. نعم، في انتظار تسوية القانون. الحمد لله الآن. نعم. في أحكام وقرارات قضائية باتة نهائية، المصادرة تمت، المؤسسات هناك مؤسسات استلمت مشاريع لتسييرها وإدارتها وتعطيرها، وهناك إجراءات وتدابير من أجل استكمال هذه العملية. وقد علمنا بأن حوالي 8-34 حوالي 42 مؤسسة الآن في انتظار التصفية الكاملة أو النهائية لملفاتها. وعلمنا أيضا بأن آخر هذه السنة هو آخر أجل لطي هذا الملف الخاص باسترجاع الأموال المنهوبة هنا في الجزائر. نعم. لكن الأمر قد يختلف بعض الشيء بالنسبة للأموال المنهوبة خارج الجزائر. نعم. لأن الأمر يعتمد أولا على تفعيل الإنابات القضائية التي قدمتها الجزائر، وهي ما هي الآليات فقط لكي نضع المشاهد الكريم في الصورة. ما هي الآليات هنا، بما أنك تطرقت إلى نقطة هامة وهي استرجاع الأموال المنهوبة خارج الجزائر، كيف يمكن للجزائر استرجاع هذه الأموال، وما هي الآليات القانونية لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة؟ وفي الحقيقة قلناها كم من مرة وقالها غيرنا خبراء ومختصين، الأمر ليس بسهل ولكنه ليس بالمستحيل. نعم. مع تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة أو على رأسها الاتفاقية الدولية أو اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته. نعم. ومعها العديد من الاتفاقيات الأخرى، بتفعيل القوانين الوطنية وبحصولنا على القرارات القضائية والأحكام القضائية الباتة النهائية، وبتفعيل الآليات الدبلوماسية والأمنية والقضائية خاصة. طبعا كل هذه الآليات يجب أن تفعل ويتم التعامل مع الدول التي توجد فيها هذه الأموال المنهوبة، وخاصة في الدول التي تعرف ما يسمى بالجنات الضريبية. هناك تهرب الأموال وفيه ضمانات، يعني حتى لا تمس هذه الأموال وغيره، بحجة ما يسمى بالسر البنكي والسر الأسرار وغيرها من الأسرار. إذن أستاذ، نحتاج إلى تفعيل هذه الآليات، نحتاج إلى استخدام الإنابات القضائية، نحتاج إلى تكامل وتضافر جهود الجميع، الجهود الدبلوماسية، أقصد الجهود القضائية والجهود وأيضا الجهود الأمنية. يعني هناك ملفات تحتاج إلى القيام بمساعي أمنية وإلى جانب مساعي دبلوماسية. هنا أقصد لدينا مديرية عامة تسمى بالمديرية العامة للأمن الخارجي، طبعا بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الداخلي التابعة هي للجيش الوطني الشعبي وإشراف رئاسة الجمهورية وما إلى ذلك. على أي حال، هذه مسائل تحتاج ربما إلى تفصيل وإلى إضافات وإلى يعني جزئيات. نعم. عندما قلت المساعي الدبلوماسية لابد من تعاون دولي معنا، لابد بغض، يعني لو لا نفعل هذه الآلية كلها، بصراحة سنبقى نتحدث وفقط على استرجاع الأملاك المنهوبة خارج الوطن. لكن السيد الرئيس وعد ووفى بعدي، قال بأننا سنسترجع الأملاك والأملاك لما أتحدث الأموال. نعم. الأملاك، أتحدث الأملاك العقارية المنقولة وفي صيغ كثيرة،
وتخص جوانب عديدة، الجوانب الأشغال العمومية، السياحة، نعم. اليوم الصناعة، نعم. خاصة في الصناعة وهي صناعات الصيدلانية، نعم. نقطة هامة وهي الصناعة ذكرتها سيد موسى بودهان. اليوم ما الذي اليوم الجزائر بدأت تجني ثمارها من خلال استرجاع هذه الأموال والأملاك العقارية، خاصة صحيح. الأملاك العقارية الصناعية. صحيح أستاذ، هذه المؤسسات المسترجعة وهذه بدون شك اولا ستفتح افاق لشبابنا من حيث التوظيف والتشغيل وما الى ذلك. ثانيا ستساهم كما قلت واكرر في تمويل خزين الدوله، في ضخ اموال لهذه الخزينه، وفي هذا خير وفي هذا بركه وفي هذا طبعا مساهمه لتحريك عجله النمو، خاصه وان السيد الرئيس قال باننا هذه العهده كمترشح حر، قال بان هذه العهده ستكون عهدة الإقلاع الاقتصادي بامتياز، يعني هذه العهدة ستكون اقتصادية كما قال. وبالتالي نحن نثمن كل هذه الخطوات. نحن الآن في إطار أسئلتكم والأجوبة التي نحاول تقديمها توضيح للرأي العام بأن ملف مكافأة، بأن ملف أخلاقات الحياة العامة والشفافية ومحاربة الفساد ملف صار الآن متحكم به، وهذا بمبادرة من سيد رئيس الجمهورية خاصة في التزاماته 54، لأنه أول من تحدث على الشفافية، أول من تحدث على أخلاقة الحياة العامة، سواء من خلال المبادرات نعم التي وبالحديث عن الشفافية اليوم هذا يقودنا أيضا سيد موسى بودهان أو دكتور موسى بودهان إلى تعميم الرقمنة في جميع المؤسسات صحيح الاقتصادية صحيح لكي نتفادى مثل هكذا سيناريوهات. صحيح أستاذ، الرقمنة تخلصنا من بواء كثيرة، من إشكالات نعم كثيرة، تخلصنا من سوء تسيير، تخلصنا من ضبابية، تخلصنا من الحلول والإجراءات والقرارات الارتجالية. الشفافية أستاذ والرقمنة تخلينا نأخذ قرارات على 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 بالدقة اللازمة وعلى أسس سليمة وصادقة وتؤدي إلى نتائج في صالح المجتمع، في صالح الدولة برمتها. فإذا المترشح الحر ركز وما زال يركز على مسألة ويتابعها باستمرار وتقريب يوميا أن الرقمنة هذه يجب أن تجد طريقة للتطبيق في كل القطاعات. وطبعا صحيح أنه عين على رأس محافظة تسمى بمحافظة المحافظة الوطنية للرقمنة والإحصائيات إن لم تخني ذاكرة، نعم. نصب على رأسها محافظة سامية وزيرة، محافظة سامية برتبة نعم وزيرة، وزيرة. وهناك منصات رقمية من أجل الشفافية كما قلنا، من أجل اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومن أجل أن تعود كل هذه القرارات على الفائدة للفائدة بالنسبة للجزائر ككل. ومرة أخرى يعني يحق للرئيس المترشح للسيد عبد المجيد تبون أن يفتخر وأن نفتخر جميعا بمثل هذه القرارات الشجاعة، هذه القرارات الجريئة، هذه القرارات التي تخدم البلاد والعباد. لا أجد أكثر أحسن تدبير وإجراء من الشفافية وأخلاق الحياة العامة ومحاربة الفساد، لأنه بهذه الآليات بصراحة سنتخلص من كثير من الآفات الاجتماعية التي وقعنا فيها سنين وسنين، وسنتخلص من المال الفاسد سواء في الانتخابات ونحن نعم بصدد الحملة الانتخابية. هناك لجنة نعم هناك لجنة متخصصة مستحدثة على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسمى بلجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، وهناك حدود دنيا حدود قصوى عفوا رسمها المشرع في القانون العضوي لنظم الانتخابات نعم حتى لا يكون هناك تمويل خفي، تمويل غير شرعي، تمويل باموال فاسده للحمل نعم الانتخابي وللعمل الانتخابي ككل، وهناك عقوبه مشدده. نعم لكي نعود فقط سيد موسى بودهان الى موضوعنا وهو العقارات الصناعيه. اليوم عندما تتعزز الدوله بعقارات صناعيه عقاريه اليوم هذا الشيء سوف ينقص لنا من نسبه الواردات ويعزز لنا ايضا من نسبه الصادرات. أستاذ الكريم أنا علمت بكل تواضع أن الدولة الآن حركت حوالي 1200 مشروع اقتصادي كان مجمد إن صح التعبير بسبب البيروقراطية وما إلى ذلك. هذا المشروع
في الحقيقة كان قد سهر عليه السيد مراد إبراهيم مدير حملة المترشح الحر للرئاسيات المقبلة وهو السيد عبد المجيد تبون. قلت حرك حوالي 900 مشروع آنذاك ووفر للعمال والشباب وغيرهم حوالي 52 ألف منصب. الآن وقد ارتفع هذا العدد من 900 إلى 1200 مشروع. نعم. هذا أخي الكريم بدون شك ستكون هناك زيادات معتبرة في التوظيف، في خلق مناصب الشغل، وناهيكم عن الأموال. نعم. وسيعطي أيضا وسنتخلص من إشكالية الاستيراد الذي وقعنا فيه. نعم. أحيانا كنا نستورد كل شيء وبفواتير مضخمة، بفواتير خيالية. اليوم فيه سياسة ولا عهدها في ترشيد. نعم. في مسألة الاستيراد والتصدير، وهذا يحسب مرة أخرى للمترشح الحر سيد عبد المجيد تبون. نعم. عندما لأن حقائق واقعة لا أزيد ولا أنقص في هذا الكلام، أقوله يعني بصدق، لأن المسألة موضوعية ومؤسسة من حيث الأرقام، من حيث الإحصائيات، ونحن ندافع عن المسائل موضوعية ولا ندافع عن نعم صحيح كلام. هي حقائق مثل ما قلت سيد موسى بودهان، جسدت على مدار 5 سنوات كاملة. سيد موسى بودهان، النقطة التي ذكرتها منذ قليل، قلت على أن الدولة باشرت برفع العراقيل، عندما الدولة تهتم بمثل هكذا مواضيع هذا يعطي أيضا أريحية وثقة للمستثمرين لضخ أمواله هنا للاستثمار. بدون شك أستاذ، فضلا عن كون الجزائر سنت قانونا متميزا، قانون للاستثمار، قانون جديد للاستثمار، أعتقد 23/18 أو 22/18 لا أتذكر، قانون يوفر مزايا جبائية وضريبية وجمركية وخاصة بأملاك الدولة للمستثمرين، ولم يفرق بين المستثمرين الأجانب أو الوطنيين، ولم يفرق بين التابعين للقطاع العام والقطاع الخاص. جملة من المزايا كما قلنا وفر هذا القانون. فإلى جانب هذا، فطبعا الجزائر تشجع سواء المستثمرين هكذا أو المصدرين، وقد وضعت الجزائر وعلى رأسها سي عبد المجيد تبون مترشح الحر للرئاسيات، قلت لعدة ثانية بطبيعة الحال، قلت وضع أو يعني أسس مجلسا لمسألة للصادرات، وناهيكم عن إشراك القطاع الخاص والتحذير. سمعت بأن هناك تحذير لقانون يسمى بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العمومي، طبعا من أجل التنمية الوطنية. نعم. إشراك القطاع العام والخاص كيف سينعكس هذا الشراكة؟ الشراكة بين القطاع الخاص. نعم. والعام بدون شك أستاذ، كيف سينعكس هذا الشيء على الاقتصاد؟ ينعكي إيجابا على الاقتصاد. نعم. ينعكي إيجابا على المواطنين، مناصب الشغل، ينعكس إيجابا على خزين الدولة، ضرائب ستدخل، مداخيل أخرى ستضاف إلى. نعم. المداخيل. إذن هذه الأمور كلها نثمنها، هذا أيضا يحسب لصالح السيد عبد المجيد تبون. نعم، إشراك أو سن قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، هذا ناهيكم عن المناطق الحر التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية وبادر باستحداثها طبعا بعضها مع دول شقيقة وصديقة. أذكر هنا المنطقة الحرة التي ستربط بين الجزائر وتونس، والأخرى التي ستربط بين الجزائر ومالي، وأخرى ستربط بين الجزائر والنيجر، والأخرى والرابعة والخامسة ستربط بين الجزائر. نعم. وليبيا. إذن هناك حركية وهناك إنجازات لا ينكرها إلا جاحد، هناك مشاريع تحركت وأخرى في تتحرك، وهذه أيضا يعني حتى من حيث الفعل والواقع لا ينكرها إلا جاحد. نعم، إنجازات لا ينكرها إلا جاحد سيد موسى، وتحسب لسيد عبد المجيد تبون بطبيعة الحال. نعم، أكيد تحسب للسيد عبد المجيد المترشحين تبون. الآخرين. نعم، سيد موسى بودهان، الدكتور موسى بودهان الخبير القانوني، شكرا لك. نعم. على هذا النقاش المستفيد وعلى هذه المعلومات. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نقاش الظهيرة.